يوسف عبد الغني المتحدث الرسمي، انا بعتبره الجماعه الاسلاميه ومن شباب الجماعه الاسلاميه ومن شباب الثوره. انا لم اسال سؤالا لكي لا اشتت الاذهان، وهو لماذا افراد الجماعه او قيادات الجماعه الاسلاميه لم تشارك في اعتصام امام السفاره الاسرائيليه؟ لا كان في مشاركه. انا من اول يوم حصل الاعتصام امام السفاره انا اتصلت بالكثير من الافراد، لم اكن في القاهره، لكن اتصلت بالعشرات من الافراد وشاركوا بالفعل وشاركوا في القيام وموجودين مع الدكتور صفوت حجازي من اول يوم. والجماعه الاسلاميه نزلت بيان بده، لكن هي في النهايه تشابك القضايا وعدد من القضايا في وقت واحد، لعل الامر ما خدش الصوره الاعلاميه المطلوبه. يعني بمناسبه الدكتور صفوت حجازي، انا لم اذكره ولكن هو لم ياتي الا لقطات معينه، انا جالس هناك بفطر وبتسحر وبصلي الفجر، فلم ارى هذه القيادات الا لقطات نادره ثم يذهب، ولكن انا ارى لم ارى افرادا من الجماعه الاسلاميه او قيادات من الجماعه الاسلاميه امام السفاره الاسرائيليه. لا انا بقول لك بالنسبه للقيادات ممكن فعلا يعني لظروف السفر، ويعني انا بقول لك انا كنت في سفر ولسه راجع امبارح بالليل، فظروف السفر حالت دون المشاركه، لكن انا بمجرد الحدث اتصلت بالعشرات من افراد الجماعه للمشاركه، لوجوب المشاركه، محثهم على المشاركه في مساله الاعتصام امام السفاره. قضيه من المفروض ان يتكاتف الجميع عليها، مش محل نقاش ولا محل جدال، يجب على كل وطني جماعه اسلاميه ولا غير جماعه اسلاميه ان يشارك في هذا. بالعكس انا بعتبر ان ده ضروره امام الموقف المتخاذل للحكومه المصريه في الرد العملي على ما حدث. لابد ان تكون هناك قوه شعبيه ضاغطه تعلم اسرائيل ان مصر بعد الثوره هي ليست مصر قبل الثوره. ده رأيي، وده اللي أنا دفعت إخواني للمشاركة من هذا المنطلق، أن لابد أن يكون هناك ضغط شعبي، قوة شعبية غير رسمية، حتى يعني تزيل الضعف الحكومي في هذا الباب. القضية مش قضية يعني سنوية بالنسبة لنا ولا نافلة، لا، قضية احنا بنعتبرها على رأس الأولويات. وأنا زي ما بقول لك أن أنا اتصلت نظر لسفري بالعشرات من أفراد الجماعة وشاركوا بالفعل في الاعتصام وشاركوا بالفعل في قيام الليل والتراويح في امام السفاره. الاحداث الساخنه على سيناء انستنا المبادئ الفوق الدستوريه الذي فعلها علي السلمي على دأب يحيى الجمل، فهل لنا موقف؟ طبعا موقف صريح واضح مباشر، واحنا اعلنا ده اكثر من مره، سواء في راينا في وثيقه الازهر او راينا فيما يطرحه علي السلمي او في اللجنه المشكله، وكان لنا اجتماعات متكرره مع القوى الاسلاميه ومع القوى السياسيه ومع علي السلمي نفسه ومع المجموعه المشكله نفسها. احنا بنعلن راي واضح صريح مباشر، لا ليس فيه اي يعني غموض او لبس، نحن ضد المبادئ فوق الدستوريه او تحت الدستوريه او بين الدستوريه، لا يصح الالتفاف حول الاراده الشعبيه باي حال من الاحوال، واي مبادئ في هذا الصدد هو تكريس للاستبداد وتكريس للديكتاتوريه واقصاء للتيار الاسلامي وطمس لهويه الامه. في النهايه بنقول ان هناك تيار بضغوطات خارجيه تريد ان تنال من اسلاميه الدوله وتنال من احكام الشريعه الاسلاميه وتلزم الشعب المصري بمبادئ لا تعبر حقيقه عن توجهات وعقائد الشعب المصري. نحن نرفض هذا تماما، وكل الخيارات السلمية مفتوحة ضد هذه المبادئ المزعومة التي تعتبر بحق بدعة دستورية. ماذا لو حدث وقد طبق المبادئ فوق الدستورية؟ ما هي الحركة، رد فعل الحركة الإسلامية تجاه هذا؟ احنا بنقول ان يجب على الجماعة الإسلامية ان تتكاتف جميعا، ان تشكل مجلس تنسيقي موحد شامل لكل التيارات الإسلامية وتقرر الفعاليات المطلوبة. لا يصح الجماعة الإسلامية بمفردها أن تقرر أو للجماعة السلفية أن تقرر أو لجماعة الإخوان أن تقرر، لابد أن يكون هناك اجتماع تنسيقي قوي واضح يدرس عدة خيارات قوية وملزمة لجميع التيارات. عندما يحدث هذا الاجتماع، ولعله يكون في خلال يوم أو يومين القادمين إن شاء الله، وتحدد هذه الفعاليات يعلن عنها في حينه إن شاء الله. الله يخليك.